إن شاء الله راح نتكلم بتفصيل أكثر عن أعراض التهاب الحلق البكتيري عند الأطفال، راح نعطيكم بعض النصائح المهمة. يجب الانتباه إلى أنه لا يمكن الاعتماد على هذه الأعراض مثل الحمى وألم في الحلق واحمرار اللوز وتضخم العقد وطفح الحمى القرمزية وغيرها من الأمراض مثل الصداع وألم البطن والقثيان والقي، لا يمكن الاعتماد عليها في تحليل أعراض التهاب الحلق البكتيري. طبعا لتشخيص التهاب الحلق البكتيري اعتمادا على عند مثلا شخص مصاب وصغير بالعمر، حيث يتم في كثير من الحالات تشخيص التهاب الحلق عند الأطفال النظر إلى اللوزتين على حسب شكل مظهر اللوزتين وعلى رائحة الفم والأعراض فقط، ويتم عندها استخدام مضادات حيوية لا يحتاجها الطفل بعض الأحيان من أجل علاج التهاب الحلق عند الأطفال. المفروض استخدام علاج أقل من المضادات الحيوية لعلاج هذا المرض، لأن المضادات الحيوية ممكن تكون يعني علاجات سلبية جدا على الطفل نفسه. أيضا للحصول على التشخيص الصحيح والسريع للكشف عن البكتيريا التهاب الحلق البكتيري، يجب القيام باستخدام فحص العنقودية، البكتيريا العنقودية، وأيضا القيام بزراعة لعينة من الحلق للتأكد من وجود البكتيريا، يتم زراعتها في بعض المزارع وتجريب عليها بعض المضادات الحيوية ومعرفة نوع المضاد الحيوي الفعال لكي يتم صرف العلاج. أيضا من العلامات الأخرى التي يجب البحث عنها في الأعراض التهاب الحلق البكتيري عند الأطفال هي أن الطفل قد تعرض للبكتيريا خلال الأسبوعين الماضيين، مثل اللعب في التراب أو اللعب في بعض المناطق المشبوهة الغريبة. أيضا من الضروري التأكد من خلو من هذه الأعراض أو خلو المكان من وجود البكتيريا الممرضة، وأيضا يجب فحص أعراض السعال والكحة عند الطفل وتأكد من وجود هذه الأعراض، وأيضا التأكد من خلوه قبل شهر أو 3 أسابيع من هذه الأعراض. كما يجب الانتباه إلى أنه ليس من الضروري أن يصاب الطفل بالتهاب اللوزتين حتى يكون مصابا بالتهاب الحلق البكتيري. بعض الأطفال الذين خضعوا لجراحة استئصال اللوزتين ما زالوا يصابون بالتهاب الحلق البكتيري. أيضا ممكن يكون عندها التهاب في البلعوم ويكون سبب التهاب بكتيريا العنقودية، ومن الضروري استشارة الطبيب في هذا الموضوع، لأنه من الصعب صرف علاج لطفل مثلا مضادات حيوية غير مناسبة على البكتيريا الموجودة. مثلا نخمن بكتيريا معينة ونصرف لها علاج مضاد حيوي غير مناسبة لها، ممكن يسبب لنا أمراض كثيرة في الجسم. أيضا أنت كذا تخسر المضاد الحيوي وتستنزفه، لأن المضاد الحيوي هذا لا يمكن أكله مرة أخرى، لأن الجسم يصنع مضادات ضد هذا العلاج. من الضروري استشارة الطبيب المتخصص والصيدلي المتخصص لصرف العلاج المناسب. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.